أصفر أصفر فترة نقاهة، فودنا حقيقة نسمع الصوت يوسع صدره شوي، إيش رأيك؟ أكيد يستاهل والله. أيوة. وراعي صوت طيب ويستاهل الطيب. أي أيوة والله. طيب ما دامنا في الكلمات الطيبة والاستشارات. نعم. لعلي أدور أبيات حول هالكلام. الكلمة الطيبة حنا بحاجاتها. يا سلام. والطيبة دايما من حظ راعيها. والكلمة دايما من حظ راعيها. ازهد بدنياك لا تفتنك زينتها. تذكر ان المرارة بعد حاليها. تذكر ان المرارة بعد حاليها. في كل يوم تبين لك علامتها. علامة يفهم العقل معانيها. علامة يفهم العقل معانيها. أعطيك لمحة بسيطة عن حكاياتها. لو أن شعري وشرحي ما يكفيها. لو أن شعري وشرحي ما يكفيها. تعطي كلامال في رحلة سعادتها. عذرا تبين محاسنها وتخفيها. عذرا تبين محاسنها وتخفيها. والله تشغلك ويضيع وقتك في حلاوتها. وتمر وتضيع وعيونك تراعيها. وتمر وتضيع وعيونك تراعيها. هذه تراها على الواقع حقيقتها. أما تخليك ولا أنت تخليها. أما تخليك ولا أنت تخليها. وإن كان تبغى الفوايد من علاقتها. خذ ما كتب لك وباقيها لواليها. خذ ما كتب لك وباقيها لواليها. سلامتك. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. لا لا تحسنت نفسيته. واضح من شيء. لا لا شو لا ما شاء الله. لا امور زينه. بعد شوي غزل لي صوتين بعد نفسيه. يا سلام يا سلام. لا بس ابتسامته يعني تدل على انه مبسوط. ابو عبد الكريم ان شاء الله نفسيته محلوه. راضي بما قضى الله. لا مو 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 الحمد لله الرضا موجود لكن